بعد الأزمة اللي احنا عايشينها أكيد دركت الموضوع، بما أنه أنا معلمة ومعاشي بطل يكفي لولا شيء، فأنا أكيد قدمت استقالتي وتوجهت للتعليم الخاص لأقدر أعيش بهذا الوضع الحالي. معاشنا صار بيطلع أتخن، أستاذ أو معلمة صار معاشه 100 دولار 120 دولار 150 دولار. هذا شيء أبدا مش مقبول، خصوصا أنه التعليم هو أصعب مهنة، يعني مفروض يكون من أعلى الأجور الأستاذ والمعلمة. هذه بالحالة الطبيعية أول فترة أكيد أنا واجهت صعوبة كتير كبيرة، لأنه أنا هذا الموظف حتى اللي هو بده أنا أدرس له ولاده، كيف أنا شو بدي أخذ منه وكيف بدي حاسبه؟ يعني بطلت حتى مثلا إذا أنا زمان كنا ناخذ 100 ألف بالشهر، كانت توفي هلا قد بدك تاخذ من الاهل 500 او 600 او حتى مواد كلها مليون، صارت كتير عبء كتير كبير. يعني حتى التعليم الخاص كمان صار صعب علينا وعبء على الاهل، واضافه للبنزين والمحروقات اكيد هيدي ازمه على اكبر. بطل يقدر الاهل ياخذوا اولادهم ويجيبوهم، يعني جيل بأكمله تدمر من وراء هذا الموضوع. مش عارفين كيف ما نتحضر اصلا، لان الامور كلها كمان هيك بلار مش واضحه قدامنا. يعني قد ايه حق القرطاسيه، كيف بدنا نودي اولادنا على المدارس، قد ايه بده ياخذ شوفير الفان. بطل الموضوع لا بعد قصد، يعني صار في مواضيع تانية عم نفكر فيها. شنطه الولد قد ايه حقها هلا، يعني هيدي الخبريات كلها هيدي عوائق، عوائق كتير كبيره، وما بنعرف كيف أنا نتصرف. عن جد ما بنعرف، يعني واقفين هيك، يعني وصلونا لحالة إنه نحنا ما نقدر نفكر شو رح أعمل. بالنهاية واحد بده يعلم أولاده، هلأ شو بدنا نعمل؟ ما بنعرف ناطرين.